ضياف منيح والله. وداعتك وداعتي انا بالنسبه لي اول يوم فتحت القام مقامية عند اخوي عند اسواق بحي النصر بصفي، راح جاب كرتونه شاي وكيس شكر وخلاه بالش اسمه. هسه انا من اخلص اروح عليه اجيب قهوه وشاي وشكر. ايه مثل ما اقول لك والله هسه انا خوف على المباشر والناس تسمع. صار لك ايش قد قام مقام؟ صار لي 3 سنوات و4 اشهر. والطامة الكبرى استوى صدر امر الاداري مال الراتب اي يوم 8/8 والله. والمحافظه يقولوا اذا 3 سنين قانونا ما يصير نعطيك فلوسهم. بس انت حالب اخوك حلب اخوي. حالب اخوك حلب. لا انا الامور هسه احنا لا ضل على الضيافه وداعتك اضيف اضيف المعامل كلها. بس انت اكو اداره يسمونها صح ترى ترى زحمه يعني وحده اداريه قائم مقاميه ما لها نثريه. مو ليش دا اقول انا شو هذا القضاء انا اشوف تحدد لي مناطق انا أشوف. شوف شوف خلنا اقول لك شغله. احنا اذا هيك عندنا حرص وتوقف على النثريه اللي تقدر ب 500,000 دينار او 1,000,000 دينار احنا المفروض اليوم صابين شوارع العراق قبب ذهبيه على المبالغ اللي موجوده بالعراق. احنا خلي الحرص يكون لا تطل الوحده الاداريه اي نثريه، بس خلي الحرس نفسه مالتك اللي منع الوحدة الإدارية من النثرية أن يتابع ويراقب الأموال اللي ما بين لها أثر